حرب من الجيل الرابع دلوقتي عظمها اربع نقط اساسيه. الحرب بالوكاله عشان ما حدش بيجيب جيش دلوقتي طبعا. اتنين، اسقاط الدوله من الداخل اللي هو تدمير المجتمع يعني ببساطه كده. ثلاثة، الحصار الاقتصادي المؤسسي الدولة عليك، المؤسسات الدولية بتديكش أي قروض. وبعدين استخدام العمليات والحرب النفسية، العمليات النفسية والحرب النفسية.